أعزائنا المشاهدين، السيجمنت النهاردة هتكلم على الخدمات الرائعة اللي قام بيها خدام الكنيسة في مصر للمعوقين، واللي كمان المشروع اللي قام بيه خدام الكنيسة دي سانتا فيرينا تشاريتي الحقيقة وقفت جنب المشروع ده وسبورتد المشروع لحد ما تم. المشروع اللي عملوا قاموس للصم وضعاف السمع، بيوحد اللغة بتاعت الصم وبيقدروا يتفهموا مع بعض وبيقدروا ان هم يبقوا productive في society، او يعني يبقوا زي اي انسان عادي ليه اللغة بتاعته لغة موحدة. لان طبعا زي ما عرفت من الخبير كان لغة الصم كل واحد ليه اللغة بتاعته، كل واحد ليه طريقته في الكلام، فما كانش فيه لغة معينة. ومن نجاح القاموس ده اتعمم على الميدل ايست كله، يعني بقى الشرق الاوسط كله بيستعمل القاموس ده. حاجة طبعا عمل يعني احلى من رائع، وهنعرف التفاصيل كلها النهاردة، وهنعرف القاموس ده ازاي انتجوه وايه يعني الباك جراوند بتاعه والخبرة والحاجات دي كلها. اسمحوا لي ارحب بضيفي والمنورني الاستاذ عماد، خبير في مجال تعليم الصم وضعاف السمع. اهلا وسهلا استاذ عماد، وبرحب بيك في برنامج مش اهلا وحدك. وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. حضرتك لسه بقى جاي من مصر بقالك كام يوم؟ برحب بيك وبقول لك الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا بيك. الله يسلم حضرتك، ربنا يخليك. قول لنا بقى طبعا حضرتك خبير في مجال التعليم الصم، ازاي في الاول ايه دورك او المجال ده ايه هو، وازاي دخلت في المجال ده؟ احنا في الاول اول موضوع كله كنا بنخدم في الكنيسه في بدايه الموضوع من حوالي مثلا حاجه وعشرين سنه. كنا خدام في الكنيسه وكنا بنهتم قوي بالحاجه دي، كانت لسه حاجه جديده ما حدش يعرف عنها حاجه، فكانت حاجه قوي لفت نظرنا الاشارات والصوم وازاي نتعامل معاهم، فكانت دي بدايه الموضوع، فكانت دي حاجه فرحانه قوي قوي ان حد يخش يكتشف ايه الحاجه دي. مع الوقت ابتدينا نندمج معاهم، ابتدينا نحس ان هم عالم لذيذ جدا جدا، وكنا في الاول واخدين عنهم خلفيه شويه اللي هي اي حد بياخدها الصم لا ده ممكن يعتدوا علينا، ممكن يضربونا، ممكن يهيجوا علينا. لما دخلنا جوه لقيناهم ناس كل الكلام اللي بتسمع دوت كله كلام خاطئ ما فيهوش اي شيء من الصحه. بعديها ابتدينا ان احنا نفكر ازاي نساعدهم، ازاي نجمعهم في الكنيسه، ازاي نعمل لهم اجتماع خاص بيهم. ابتدينا فعلا نعمل حاجه ديت، بس كان لازم ان احنا نتعلم لغه الاشاره بتاعتهم. فابتدينا نتعلم لغه الاشاره بتاعتهم، بدنا نقدر نقرب ليهم اكتر واكتر، لحد ما كان في حد اجنبي عندنا في الكنيسه مره وقال ان في دوره هتتعمل على مستوى منظمة الصم على مستوى العالم، كانت في الأردن وفي لبنان وفي سوريا، وممكن ناخد حد من عندكم يطلع يتدرب في الحاجة دي. كان ربنا عطيني النعمة ان انا كنت من الناس الاختيار للحاجة دي، يعني قعدت هناك فترة اتعلمت كل حاجة عنهم، مش بس لغة الإشارة، كل حاجة عن السيكولوجية العامة بتاعتهم وكل حاجة عنهم، والتخاطب، لغة التخاطب، لغة قراية الشفايف، خدناها بدراسة هناك. رجعنا هناك عملنا، كان الأنبا أثناسيوس المتنيح مطران بني سويف شجعنا قوي ان احنا نعمل لهم زي حضانة صغيرة في مدرسة خاصة عندنا، مدرسة سان مارك، ونجحت جدا. ودعينا اللي هو برازر أندرو رئيس المنظمة، جاء عندنا الفاشن لما شاف قد ايه الاولاد متطورين وقد ايه في حاجه كويسه نشكر ربنا كانت بتتقدم. لان انا بعد ما نزلت كان سيدنا مصر ان احنا لازم نعلم جروب تاني معانا، ما يبقاش العمل مقتصر على واحد بس. فعلا عملنا دورات تدريبيه كتير ومجموعه كبيره قوي اتعلمت حاجات كويسه، لدرجه كنا بنروح ندي في بعض الجامعات كانت بتبعت لنا، كنا بنروح ندي حاجات عن الاولاد دول وكده، في هيئات كنا بنروح ندي كذا مره ازاي يشتغلوا مع الاولاد دول وايه الطريقه بتاعتهم وكده. بدا ربنا يدي نعمه في المجال ده اكتر واكتر، ولما جه برازر اندرو وشاف الحاجه دي انبسط جدا جدا وحس اني نشكر ربنا يعني الرساله وصلت كويس. فبدا يساندنا اكتر باي برامج احنا عايزينها، باي وسائل تعليميه جديده نازله. يعني بقيتوا تدربوا الاولاد الصم المسيحيين وغير المسيحيين في الأبروشية؟ اي حد بيلجأ للمكان عندنا بياخد الخدمة كاملة، ما بنبصش لأي شيء، لا لون ولا دين ولا
اي حاجة خالص، احنا بنقدم خدمة للناس كلها في اي وقت، اي حد محتاجها يجي ياخدها الليل قبل النهار. طب ايه اللي حببك يعمل في المشروع ده، او انت تخش تدرس المشروع ده؟ ده حاجه، دي حاجه صعبه، مش حاجه سهله، انت تتعامل مع مثلا انسان مش قادر يسمع، عايز مجهود جامد وعايز صبر وعايز تفكير. ايه اللي حببك في ان انت تبتدي حاجه زي كده؟ اللي ما دخلش المجال ولا اتعامل مع الاولاد دول يحس ان هو مجال صعب. اللي دخل المجال دوت وتعامل مع الاولاد دول يعرف قد ايه انه مجال مش عادي وبركته مش عادية، ليه بركة خاصة عن أي خدمة في الكنيسة. وكان اللي بيعلموني قالوا لي حاجة أنا مش ناسيها أبدا، قالوا إيه؟ قالوا إن الولد الأصم المحبة بتاعته مكتومة جوه القلب. وده ليه؟ لأن الطفل الصغير لما بيتولد بابا بيدعبه شوية بيديله حبة حب، مامته بتدعبه شوية بيديله شوية، أخوه شوية، خالته شوية، عمه شوية، الأصم محدش دعبه، فالمحبة دي بتبقى مكبوتة جوه. اول ما اي حد بيبدا يتعامل مع فيض الحب ده كله بيروح ليه، فبيبقى انت حاسه بحب غير عادي للاولاد دول، عشان خاطر كده بتحسي ان داخله مجتمع فعلا فعلا مجتمع يعني اللي ما دخلوش يحس بطعمه، لكن اللي دخل يحس. وعشان خاطر كده قال كل ما فعلتوه باحد هؤلاء اخواتي الاصغر بي قد فعل. دي جميل، كفايه قوي. جميل. هو عايز يحس كمان في المجتمع بره ان انا طبيعي، ما تعاملنيش ان انا واحد ناقص. ايوه. وهو لو حس بدي هو فعلا كل امكانياته. عشان خاطر احنا عملنا حاجه حلوه قوي عندنا، علمناهم حرفه. يعني احنا عندنا بتعود دهانات وحاجات من الاوائل. الناس كلها طالباهم في كل حته، احنا ما بنعرفش نشوفهم. ليه؟ الناس عرفوا ان هم طبيعيين جدا وبيعملوا الحاجه باتقان عالي جدا. جميل. لان هو كل تركيزه في الحاجه اللي هو بيشتغلها. أيه. عايز يطلع حاجه كويس. فخلاص الناس حست ان دول ناس انا لما هجيبه اولا انا هستريح وهتطلع شغل. أيه. مش هلاقيه في حد تاني. فدلوقتي هم بياخدوا بعض. يعني عندنا كهربائي علمناه ازاي ازاي يركب الكهرباء والحاجات دي وكده مع حد مبتدئ معانا من الكنيسه، وعرفناه ازاي يتعامل معاه كده بس واحده واحده وكده. انطلقوا دلوقتي رائع، سباكه كهرباء، وهم كمان متعلمين موظفين حكومه وليهم اسرهم جميل الخاصه بيهم. فعشان كده هم عايزين يحسوا انهم طبيعيين. بس حاجه جميل، حاجه تفرح، حاجه تفرح. ربنا يبارك. طيب عايز اكلمك على الوضع في مصر او في الميدل ايست كله، في الشرق الاوسط. للاسف لحد النهارده المعوقين اللي عنده اعاقه، الهانديكاب، مهملين جدا في المجتمع. هل الاهالي يعني في سبب هم اللي بيسببوا الاهمال ده لاولادهم؟ يعني هل في حاجه احنا نقدر نعملها مثلا، ان نعمل وعي او يبقى في وعي ان الاهالي ما تبقاش السبب مثلا في الاعاقات اللي عندهم دي، او الحاجات اللي عندهم، او الاخطاء والعادات السيئه اللي بتتعمل، ولا ايه رايك؟ خليني اخد الموضوع من شقين. اول حاجه لما احنا نسمع كلمه الولد في حاجه تبقى دي رعب، مش رعب للام والاب، ده رعب للاسره كلها. ده من كام سنه ورا كنا احنا بنعاني ان احنا مش عارفين الاولاد فين. ليه؟ عشان اهاليهم مخبيينهم لحسن اخواتهم ما يتجوزوش، بيخبوا الاولاد في طبعًا. البيت ما بي يعني طبعًا. ما بيشخوش الشارع، ما حدش يعرفها. بس دلوقتي لما احنا كنا بناخد الاولاد وننزل بيهم ونروح الكنيسه ونعمل يوم روحي ويتناولوا ويطلعوا ويلاقوهم ماشيين عاديين، فهم كانوا يبصوا ايه ده ممكن يجي منه. يعني كمان عايز تقولي ان هم حتى ما بيخشوش الكنيسه دي ما يعرفوش في الاول يعني. كان دي نظره عامه، مش عامه يعني، مش هنقدر نعممها على الناس كلها. أيوة. ولكن أيوة. كان اغلب البلاد اللي هي في الارياف شويه، اللي هي لسه ما شافتش حاجه عن الاعاقه، تهاب الموضوع دوت. بعد ما ابتدينا نعمل الموضوع ده في الكنيسه، ايه ده ممكن ابني يكون كده. لما كنا بنعمل لهم حفله، كان سيدنا انبا استيفانوس يصر دايما نعمل لهم حفله في النيروز مع الاولاد العاديين، فكانوا الناس يشوفوا الصم بيعملوا مسرحيه واحنا بنترجم وقد ايه الاتقان، فحسوا ايه ده يجي منه، معاق ذهني. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني احنا عندنا مدرسه للاولاد الاعاقه الذهنيه، حضرتك تعالي شوفي، هو بيشتغل على المنشار حضرتك، في منتجات منهم احنا بنجيبها هنا في الاحتفال بتاع سانتا فرينا، مفارش
العاب ذكاء اللي هي الخشب البازل والحاجات دي كلها. تعالي شوفي البوكيهات الورد، حضرتك شوفي التطريز بتاعهم، شوفي الاكسسوري الحريمي كله بتاعهم بيطلع من ايدهم ازاي. بس احنا علمناه في الاول، بنجيبه الاول بنعلمه، بنعمل له رعايه ذاتيه، ازاي تغسل ايدك، ازاي تغسل وشك. ده بياخد 6 شهور عشان يعرف ازاي يمسك الصابونه ويفتح الحنفيه، ياخد 6 شهور. عشان كده كان انبا ستيفانوس يعني مشجعنا جدا نعمل لهم مدرسه، نعمل مدرسه، عملنا لهم مدرسه. احنا عندنا 2 بيت ليهم يعني ملجئين للبنات وللبنين، الاعاقه الذهنيه الايتام، لان دول كانوا في الشارع، كانوا في يعني بيمشوا في الشارع بياكلوا من الزباله. يعني في الشارع يا حرام. عشان خاطر كده كان سيدنا لما قلنا احنا بدينا بواحد، كان في واحد بس عندنا، عندنا مجموعه من الخدام ربنا يحافظ عليهم يعني عملوه بنجاح غير عادي اسم الصليب عليهم يعني. وبداوا فيه بواحد بس، احنا النهارده بنخدم من اسيوط لحد حلوان. الله. الاولاد. بس حضرتك بقى تعالي شوفي قد ايه اتغيرت نظره الناس ليهم لما جم عندنا، لما بيجي حد من قرايبه يشوفوا ايه ده، مين ده، هو ده اللي كان عندنا. عشان خاطر كده احنا بنصر نصور الولد وهو داخل عندنا اول مره عشان اهله يفتكروا ان هو قابل للتعليم. عندنا لما بيجوا الاولاد في المدرسه بنخليهم ازاي يعتمدوا على نفسهم، يعملوا سندوتش صغير، يعمل كوبايه شاي، والخدام حواليه بياخد وقت كبير قوي، يعني مش عايز اقول لحضرتك قد ايه وقت وقد ايه مجهود عشان يقدر يقف على البوتاجاز ويعمل حاجه زي كده والخدام حواليه لحد ما ياخد الثقه بنفسه. بعد كده بنوديه البيت مع الخادمه. لا 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 تعمل مكرونه ايه ده تبوظ، احنا جايبين مكرونه جايبين كل حاجه، ولا بص ما فيش مشكله. بعد كده تبص بتبقى تتجنن، ايه ده، دي بنتي دي بتعمل كده. فبنديهم الثقه ان هم يقدروا يعملوا اكتر من كده. ده انتوا كمان مش مفروض تعلموا بس الاولاد دي، ده المفروض الاهالي كمان. بنعمل ارشاد اسري المفروض طبعا، لازم نعمل ارشاد اسري عشان يفهموا ايه نفسيه الولد ويتعاملوا معاهم ازاي، يتكلموا معاهم ازاي، مهم ده الارشاد الاسري. عشان كده بقول لحضرتك في شقين في اول السؤال. تخاطب الناس النهارده يا عماد وتفهمهم نفسيه الولد او البنت اللي فيها اعاقه او هانديكاب زي ده، ونظره المجتمع بتبقى قاسيه عليه قوي، هو من جوه بيبقى ازاي؟ محتاج حب. محتاج حب. لو انت حبيت الولد ده هتغيري فيه كل حاجه. ولو حس ان انت بتحبيه من قلبك هم صادقين جدا وليهم نظره غير اي حد تاني، بيعرف اذا كنت بتحبيه فعلا ولا لا. ولو عرف ان انت بتحبيه هيسمع لك في كل حاجه وهيحاول ما يزعلكيش، لا انا زعلت لا، يبقى يروح يعملها بسرعه. طيب قول لي بقى يعني عايزه برضو اتكلم على العادات السيئه اللي الناس بتعملها مع الهانديكاب. ايه العادات اللي انت شايفها وعايز الناس تتغير وعايز نظره المجتمع تتغير للهانديكاب بيبقى؟ خوفنا دايما في المجتمعات بتاعتنا لما نلاقي واحد ماشي في الشارع عنده اعاقه، مشكله الناس تطلع تجري وخايفه. لو جه قرب لحد كده عشان يحاول يتكلم معاه او حاجه يطلع يجري خاف، ايه ده؟ خايف. مش عارف ان هو طبيعي. في منهم حالات بتبقى عندها بعض السلوكيات الخاطئه ولكن مش كلهم. مش كلهم. لما يجي واحد اصم بعد العادات اللي احنا بنعملها للصم. ايوه. اللي مش عارف اعمل له ببقك ايه، اعمل طلع له مش عارف ايه لسانه ايه، كل حاجه دي ولا اي حاجه تشيل لاي حاجه خالص. بس هو كون ان هو بيحس ان انت بتستفزني هو ده اللي بيضايقه. ماشي. لما يجي تحاول تتكلم معاك طب 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 بس بس وانت مش فاهم، تتجاهله خلاص يعني. يعني انت طب انت ليه، انا هفهم. أيوه. بس انت حاول معايا. يعني ابدا معايا، اديني فرصه يعني. بالزبط. يقولك اللي اديني فرصه. بالظبط. اديني فرصه اوضح لك ايه الموضوع. ايوه. بس وبعدين احنا كمان لو احنا عملنا الاكتشاف بدري او عملنا اكتشاف مبكر هنتجنب كل الامور دي، هيسهل حاجات وده كتير. التوعيه. وده التوعيه اكيد طبعا. ازاي انا لو اكتشفت ابني بدري وقدرت احط ايدي على 80% من المشكله. ايه هو قاموس الاشارات؟ ايه هو قاموس الاشارات؟ يعني احنا مثلا عندنا في امريكا هنا في الساين لانجويج اللي الولد بيروح المدرسه في فصل ليه للساين لانجويج بيتكلموا، كلهم بيتكلموا بالساين لانجويج دي. ايه بقى قاموس الاشارات في مصر؟ هل ده حاجه مختلفه؟ هل دي لغه مختلفه؟ ايه هو؟ الصم عندنا في مصر كل كلمه ليها اشاره. يعني زي ميه، زي اكل، زي نور، زي ضلمه. ايوه. كل الكلمات بالظبط زينا بالظبط ليها اشاره. اشاره طيب. لكن كان في مشكله في مصر ان اشارات بحري اسكندريه والمنطقه بحري تختلف شويه عن القاهره، تختلف شويه عن الصعيد،
تختلف شوية عن مكان تاني أرياف، تختلف شوية عن الدول العربية. يعني كل واحد بالزبط. لكل سيتي يا محافظة ليها اللغة بتاعتها مقاربة، ولكن كل واحد يعني ما يقدرش يتفهم، يعني ممكن مثلا يتفهم مع بعض كويس جدا كويس جدا. بس كان في مشكلة ان بعض الاشارات مختلفة، يعني مثلا كلمة مثلا مية ومية وحاجة تاني بيعملها بطريقة تانية، حد تاني بيعملها بطريقة تانية كده، فكنا نفسنا نعمل حاجة نوحد بيها اللغة دي لانها متشعبة وصعب قوي ان احنا نقدر نحسم الامر ده. من هنا بدأت الفكرة، احنا عملنا حاجة واحنا كانت حاجة صغيرة كده، ابتدينا ننميها فيديو، طب نعملها بحاجة تانية. جروب عمل 20 واحد كانوا شغالين فيه، يعني ربنا حافظ عليهم كلهم. قعدنا في الاول كنا حوالي 3 أو 4 وكده، كان معانا ابونا صمويل، مدام سوزان، ايهاب، اشرف، قعدنا مع بعض كده كمجموعة اتضايق نعمل ايه. قعدنا نطلع حاجات من على النت، ايه الكلمات اللي ممكن نعملها، الكلمات دي عارفين اشاراتها مش عارفين اشاراتها، كانت حوالي 1000 كلمة او حاجة زي كده، بس كلها كانت حاجة بدائية. عملنا كده حاجة عادية عندنا في المكان، صورنا الأولاد، قلنا حاجة كويسة هندخل فيها حاجات علمية شوية، اللي هي قراية الشفايف، اللي هي صورة لكل كلمة، اللي هي الكلمة بالإنجليزي بالعربي، الألفابيتك بالإشارات، حاجات دي كلها. ابتدينا نفكر في الحاجة دي، وكان معانا مهندس بيتر إلهامي، ده مهندس برمجة، جاء قعد معانا، قلنا له إيه رأيك في الفكرة؟ قال أنا ممكن أعمل حاجة زي كده كويسة. طب يلا باشمهندس، بدأ معانا باشمهندس بيتر، عمل لنا سيستم كويس قوي اللي هو اللي في القاموس دوت، وابتدينا ان احنا نقعد نفكر مع بعض. عملنا حاجه صغيره قوي، كنا لسه بقى هنبدا نعدها ونطلعها يعني، لحد ما انا اساسا كمان مدرس في مدارس التعليم الخاص في الحكومه، في الوزاره التربيه والتعليم. حضرتك بتدرس في المدرسه؟ اوكي. فيعني شويه كمان معاهم في الوزاره عشان عارفين يعني مجال خبرتي في الحته دي وكده وشغلي في المجال ده، فاي حاجه فيها اي حاجه جديده او في اي حد كده بيبعتوا لي تعالى عماد اقعد معانا عشان في حد هنقابله كده. كان الوقت ده مستشار الوزير الدكتور احمد ادم والاستاذ مختار مدير عام اداره التربيه الخاصه على مستوى الجمهوريه، بعتوا لي قالوا احنا في السنه دي عاملين حاجه مسابقات زي ما بنعملها كل سنه، بس احنا دينا كام سنه ما عملناش، هنعملها السنه دي نفحص كل الحاجات اللي ممكن تخدم الصوم، كل الابتكارات الجديده اللي تخدم الاولاد الصوم، فتعال معانا. فروحت حضرت، بعد ما حضرت لقيتها حاجات ايه ده بدائيه قوي وعاملين عليها زيت قوي. فبعد ما خلصت بقول له دكتور احمد انا كنت عايز منك 5 دقايق، قال لي كده كده نطلع على المكتب. طلعنا المكتب فوق بيقول لي في ايه، قلت له انا حابب اوري لك حاجه الاسبوع الجاي وانا جاي، كان في حاجات الاسبوع اللي بعده يعني. قال لي اه مفيش مشكله، ايه هي؟ قلت له احنا عاملين قاموس اشارات حلوه. قال لي انتوا مين؟ قلت له احنا الكنيسه ترانيه بيبا والفاس نوس مصر. قال لي انت بس؟ قلت له لا بعد الدور مش تبعكم، احنا بنعمل حاجه ثانيه. قال طب خلاص هاتها الاسبوع الجاي نشوفها. فانا رحنا الاسبوع الجاي بعد الناس كلها ما عرضت وخلصت، قلت له دكتور احمد قعد فلان وفلان وفلان خبراء في مجال الاشاره يعني وكده. قال اه مفيش مشكله اقعدوا، في ايه؟ قلنا له اقعدوا بس. فقال عماد يورينا حاجه معموله كويس ونشوفها مع بعض. وسط الكلام قبل ما نبدا كانوا بيقولوا احنا بنحلم. بعد فتره كده حد يطلع لنا حاجه بالكمبيوتر، قاموس اشارات بالكمبيوتر، يترجم جمله، نوحد لغة الإشارة، نعمل حاجة كده يكون لها صدى يعني. كل الدول العربية إحنا اللي بنروح نعمل حاجات هناك وبتنسب ليهم. فإحنا نفسنا في مصر إحنا اللي بنبعت المدرسين وإحنا اللي بندربهم، تبقى حاجة من عندنا يعني. فبعد ما خلصوا كل حاجة قلت لهم طبعا ربنا كان بيسمعكم وسمع كل طلباتكم، عشان خاطر كده إحنا نوريكم إن الحاجة دي اتحققت. منين؟ قلنا لهم هتشوفوا دلوقتي احنا عاملين حاجه صغيره طبعا المطرانيه وهتشوفوها دلوقتي. خدت اذن سيدنا، قال ما فيش مشكله، ايه المانع نعرضها. عرضناها، اول ما شافوها بصدق كلهم ما كانوش مصدقين، ومن هنا كانت بدايه الامر. ان فعلا لما شافوه قد ايه اقتنعوا، قد ايه قال هو ده احنا عايزين ده. ابتدينا نعمل توحيد للغه الاشاره على مستوى الجمهوريه، ودي كانت اهم حاجه في القاموس. ليه سؤال لحضرتك يعني؟ هو انا شايف الدي في دي مع حضرتك هنا. طيب في ناس كتيره في مصر ما همش مثلا ما يقدروش يعني they cannot afford ان هم يشتروا كمبيوتر ويتفرجوا على الدي في دي ده، في الحاله دي بيعملوا ايه؟ ما بقاش في دلوقتي بيت في مصر ما فيهوش كمبيوتر. لا في ناس غلابه كتير اللي بيبقوا بقى في مناطق شويه بعيده شويه او في مناطق ارياف. لكن اعتقد في المدرسه هو يعمم رسمي على كل مدارس الجمهوريه. جميل. يعني دكتور احمد ادم مع الوزير اعتمدوا رسمي كمرجع رسمي لوزاره التربيه والتعليم
وتعمم هيعمم رسمي على كل مدارس الجمهورية، عشان حتى الأولاد الصم اللي هم في المدارس يبدأ ياخد اللغة، المدرس والولد تبقى طالعين بلغة موحدة. وكمان أنا عارف إن هو تعمم برضو في الشرق الأوسط، هو ده بقى دي الخطوة التانية. لأن دايما إحنا في مصر بنبدأ طبعا المجهود الفظيع ده اللي اتحط في القاموس ده هيفيد الطفل ازاي ان هو يلاقي شغل بعد كده، او يفيده في الحياة ازاي؟ يعني انت بتقول دلوقتي وحدنا اللغة عشان هم مثلا يقدروا يتفاهموا مع بعض او كده، لكن ده هيفيده في الحياة ازاي؟ هقول لحضرتك حاجة. اول حاجة دلوقتي احنا لما اجي مثلا اكتب كلمة او هعمل الولد دخل مثلا على القاموس عشان يعرف مثلا كلمة مية، شاف اشارة مية، شاف نطقها مية، ماشي، دي قراية شفايف شوية بدأت تندثر في مصر، دي مشكلة. ليه؟ قراية الشفاف احنا خدناها بره لما سافرنا كانوا بيصروا انه ليه؟ عشان الولد من غير ما يسمعني يعرف انا بقول ايه من خلال تحريك شفايفي، يقرا الشفايف بس. بالظبط، قراية الشفايف. فدي بتخليه لو انت بتتكلمي قدامه هو عارف انت بتقولي ايه، هو عارف انت عايزه ايه. من غير كمان ما لو هو مش مركب سماعه. أيوة. دي حاجه مهمه، دي متوفره في القاموس. ايه بقى دور سانتا فيرينا تشاريتي في الموضوع القاموس ده؟ لما اتكلمنا مع سيدنا وقلنا له سيدنا هتبقى التكلفه بتاعته عاليه قوي، قال لا ما تقلقش. يعني هو سيدنا دايما بصراحه كان مشجعنا، نشكر ربنا بركه صلواته، يعني ما كانش في عقبه بتقف قدامنا الا لما نتخطاها، نقعد معاه ونقول بنعمه ربنا يعني الامور هتمشي وكده، وفعلا كنا بنشوف ايد ربنا قد ايه. فكان من ضمن الحاجات دي طبعا احنا كان في ستاف بيشتغل 5 شهور، وعشان اقول لحد على احنا كنا كلنا ندخل الساعه 9 الصبح افتح لهم الباب 9 بالليل عشان ما حدش يمشي، يفطروا ويتغدوا في المكان عشان اقدر اخلص الحاجه دي بالسرعه دي. احنا بنعيد كل حاجه من اول وجديد طبعا. فطبعا كان في رواتب، كان في مصاريف، كان في حاجات عشان نصور، كان في حاجات كتير قوي، وعشان نطبع الحاجه دي وتبقى مدعمه وتنزل للناس كلها مبقاش في مشكله. احنا الناس اللي جم عشان بتعود خبراء الاشاره عشان يجوا يقعدوا معانا كل واحد اخذ مبلغ كبير، اكيد مش عشان حاجه بس، لكن اتكلف جامد قوي علينا. ففعلا لما سيدنا يعني اتكلمنا معاك كده كلمنا الدكتوره ماري، وبصراحه يعني شجعتنا جدا، قالت احنا وراكم ما تقلقش. فسيدنا قلت له سيدنا انا اتكلمت مع الدكتوره ماري وقالت لي كذا كذا، قال انا كنت عارف كده، يلا ربنا يحافظ عليكم وابداوا. كان يشجعنا لما يجي سيدنا يلاقينا كلنا شغالين يخبط على الباب ويخش يقول اقفل عليهم جوه، فيخش يشوفهم قد ايه هم كمان كانوا بينبسطوا. بس ما كناش صدقين، احنا ما كناش عارفين ان النعمه دي كلها يعني متوقفه على العمل ده وكده، بركه كبيره قوي قوي من ربنا. طبعا يعني ما طبعا نشكر رحمه ربنا طبعا. كمان اخذنا شهاده رسمي بيها يعني ابداع فكري وحمايه من مصر حكومة. نفسها من الحكومه نفسها من الحكومه. لما حضرتك تخش على الويب سايت تلاقي هم يعني الوزاره بتتكلم على القاموس مش احنا. شيء رائع، بتكلم على قاموس مطرانيه يعني. بيبقى الفاشن وسمست اسره المنتصرين. فدي حاجة، احنا الاجتماع بتاعنا اسمه أسرة المنتصرين، فلما بيتكلموا هم على الحاجة دي بنفسهم مش احنا اللي نتكلم عنها. دي نعمة من ربنا، دي نعمة من ربنا. شيء جميل، وقول يعني thank you ان انتوا بتتعبوا وعملتوا المجهود الجميل ده، وربنا يبارك ويبارك كمان وكمان وكمان في الخدمات الجميلة اللي زي دي. في اخر البرنامج بقى احب حضرتك تقفل لنا بقى تعمل sign language حاجة من عندك بقى، انت عايز تقول ايه من انجيل، عايز تكلم تخاطب حد، عايز تقول، بس قول لنا معناها ايه طبعا عشان نفهم. انا بس حابب ان انا اقول حاجة للصم فضل. لو هم بيشوفونا ان ربنا بيحبك قوي. الله. وربنا سامعك على طول. الله. فأي وقت انت بتتكلم معاه هو سامعك. جميل. وبيقولك حاضر. الله. جميل. جميل. اشكرك جدا جدا استاذ عماد، وربنا يباركك ويبارك خدماتك كلها، وان شاء الله كده يعني تزودوا كمان وكمان في الانتاجات الحلوة دي كلها. شكرا ليك. شكرا شكرا ليك. شكرا. شكرا. Thank you.